هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا كايرت الشاطر، هيتنزل في متر في متر، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش امي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لبريز وبعت لاوباما ويحترم الامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع دعمه يحس انصاره على الإرهاب، هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في أصل الأصل حرام. وأتعب على محمد مرسي، عيطت لهم يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يقف في مدينة. احنا ما وردنا نخرج الناس للنادي، ما كناش على عرض نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه اللي عمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مواقف سبعت صاحبت 17 حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه أنا انه هو انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري عليه انه انا هو خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. اقسم بالله عشان انت عندك القلب يا ايهاب ما شفناش راجل نهرب من حياتهم. انت عندك القلب يطلع هو ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهة مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهة الجيش والشرطة والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايفة عليك والله. وقفوا عند الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه عند الدستوري؟ حرام 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 حرام. لا خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اهدى اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش. مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، في العقل وفي والله مصر ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع مجوري. اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى. As a religion is a lie wrapped with some facts and truths. I want the truth. You can't handle the truth. Our channel is now proudly sponsored by J.K. Scheinman, who is the author of the highly controversial book, The People vs. Muhammad. To learn more about Muhammad's extensive list of psychological disorders, please buy a copy on Amazon while you can, as stocks are selling fast. To show our appreciation for all those who have supported us, we have uploaded a copy of our film, The Muslim Agenda, which you can watch free of charge.